كنا ملوخ على ترهل الجلده دونك حسيت في لو ميم كونتيكست فما ليفيرجوتور اللي هما تشققات في الجلده خاطر الجلده تنجم تترهل كيما تنجم كاريمون تتحل اذا كان يقع تمدد كبير للجلده دونك وهي من الحاجات اللي تقلق برشا سورتو نسي معناتها براتيكمون موجوده على معناتها بنسبه 80% عند النساء مي كذلك موجوده شويه بالنسبه معناتها ضئيله عند الرجال دونك هي تاثر على الحاله النفسيه وتعطي معناتها وتاثر على المظهر الجمالي وذاك علاش انا تطرقت لها اليوم دونك هي عباره شنو التشققات هذيك هي عباره على معناتها تمزق في الالياف المرنه معناتها لي فيبر دي لاسين اللي موجودين في الجلده وعلاش يتمزقوا لي فيبر دي لاسين هذوما وقت اللي يتمدوا بصفه كبيره وعنيفه ومعناتها وفي فتره وجيزه وقت التمدد هذا يقع اذا كان الانسان زاد في الوزن بصفه كبيره معناتها وبسرعه والا نعرفوها عند المراه الحامل وقت اللي البطن نتاعها معناتها يتحل بصفه كبيره معناتها في البيريود هذيك سورتو اذا كان الحل في فتره الحمل زادت برشا معناتها في الميزان نتاعها في فتره المراه كذلك معروفه معناتها عند برشا نساء معناتها في لاج دو 13 و 14 و 15 معناتها يشوفوا لاباريزون تاع لي فيرجوتور هذوما على خاطر فما نمو كبير معناتها الجسم نتاع المراه معناتها في البيريود هذيك وخاطر فما زاد تغيرات هرمونيه فما اسونسييل مزياده الوزن لانهم ما عندهمش فتره حمل وسورتو برشا توا دي ادوليسون نشوفهم يمشيو يعملوا رياضه عنيفه ومعناتها ويعملوا ان رفورسمون موسكولير كبير برشا في فتره ضئيله معناتها كل المسكو زاد كي يكبر ينجم يحل ويمططك الجلده هذيك وينجم يظهر لي فيرجوتور فهمت دونك نحاولوا نتفاداو الحاجات هذوما دونك ماهوش ناتج ديما عن تمدد وتمطط معناتها لي فيبر دي لاستين هذوما والتمزق نتاعهم ينجم يكون ناتج زاده على تركيبه الجسم اللي تخلي معناتها الالياف المرنه نتاعهم هشه وضعيفه وتخلي افراز الماده هذيك نتاع لي فيبر دي لاستين ذائله هذوما جينيرالمون ينجم تكون وراثيه نعرفوا اللي برشا عباد عندهم ان بو كي ني با تريز لاستيك تلقاها دايوغ تجيك لي مانس لا دي فيرجوتور ما عمرها ما سمنت مي لا دي فيرجوتور معناتها لو مواندر كيلو اللي تاخذهم ينجموا يعطيوها دي فيرجوتور فهمت نلقاوها سورتو زاد عند النساء اللي عندهم ان بو تري فين معناتها البو معناتها قد ما هي ايباس قد ما تبدا معناتها قويه اكثر كيف عند لابو تري ديزيدغاتي معناتها العباد اللي يبداو عندهم ان بو تري ديزيدغاتي معناتها ماهمش مرتبين الجلده نتاعهم كوم الفو لا يشربوا كميات كبيره من الماء ولا يستعملوا دي كريم هيدراتونت وكل شيء وينجموا زاد عند النساء اللي يستعملوا كل المنظفات اللي يؤديوا الى شيحان معناتها دي جيل دوش ولا حاجات اللي يشيحوا جلده برشا كيف من الحاجات لو فاكتور دو ريسك نتاع ظهور لي فيرجيتور هذوما زاد كيف التعرض الكبير لاشعه الشمس التدخين وفما امراض معناتها اللي تخلي العباد هذوما ماده الكورتيزول تبدا معناتها مركزه بصفه كبيره في الدم نتاعهم والا عندهم دي باثولوجي اللي يخليهم ياخذوا لي كورتيكويد هذوما من العباد اللي نجموا يتعرضوا الون تيرم زاد لي فيرجوتور فهمت دونك العباد اللي ياخذوا زاد كيف لي كورتيكويد يلزمهم يرطبوا الجلده نتاعهم بصفه كبيره باش يحميوا رويحهم من ظهور لي فيرجوتور شو الفيرجوتور هذوما تقام خطوط من الاول يظهروا يبداو حمر شويه ومن بعد rapidement parfois il y a des vergetures blanches قد ما هم يبداو حمر قد ما لو تريتمون نتاعهم يبدا بلو فاسيل دونك تقعد ديما الوقايه اهم حاجه مي دوبا يظهروا لي فيرجوتور من وقتها اون انترفي ونمشيو للطبيب نتاعنا باش نجمو نعالجوهم بصفه معناتها سريعه فهمت دونك قد ما يوليو بلانش وقد ما يوليو دي فاسكولاريزي بلانش معناتها السيركيلاسيون والدوره الدمويه ما عادش ماشيه فيهم قد ما تولي جلده كانها ميته وقد ما العلاج يكون معناتها اصعب باهي تقعد الوقايه ديما خير من العلاج كيما تعودنا سبا دونك اهم حاجه هي ترتيب الجلده فهمنا اللي لابو قد ما هي ديزغاتي قد ما هي معرضه ياسر لل معناتها لل لظهور لي فيرجوتور دونك ترتيب الجلده سورتو في لي بيريود اللي حكينا عليهم واللي هما معناتها فيهم ان غون ريسك باش يظهروا لي فيرجوتور اللي هما فتره الحمل من البيريود الغروسيس الاولانيه معناتها تبدا ترتب الجلده نتاعها وتعمل دي كريم معناتها هيدراتونت ولا دوي ليسانسيل معناتها وترتب الجلده دو و تخوا فوا باغ جور كيف في فتره المراهقه ولا الانسان وقت اللي يحس روحه يزيد في الميزان نتاعه ولا كيف انا ادوليسون يمشي يعمل ان رفورسمون موسكولير كبير ينجم يرتب الجلده نتاعه سورتو قبل ما يعمل لك الرياضه هذيك باهي كيف نتجنبوا كما قلت انت سبان الحميه القاسيه خاطر صفغي مش ديما زياده الوزن بارفوا الحميه القاسيه واللي تعطينا نقص كبير في الوزن معناتها بصفه كبيره ما تخليش الجلده معناتها تدعم وترجع للمرونه نتاعها فوق الحجم جديد زاد كيف نتناولوا بيان سور الاغذيه اللي تخلينا الجلده نتاعنا قويه شنو هي الاغذيه اللي تخلي الجلده قويه هما جينيرالمون لي بروتيين خاطر نعرفوا الالياف المرنه هذه
اللي تتمزق ولا اللي فيه بغدي كولاجين هما متكونين اسونسيلمون دي بروتين، هما لي بروتين نتاع الجلده. دونك قد ما تناولوا كميه بروتين باهيه اللي هما موجودين في ابيض البيض وفي اللحوم بصفه عامه وفي لي برودوي ليتي، قد ما الجلده نتاعنا تكون قويه. هذا الى جانب الفيتامينات ولي زاسيد غرا اسونسيل وكل شيء. فما مكملات غذائيه زاده كيف سوغ لو مارشي كي سون دو بون كاليتي اللي هما لي زاسيد اميني اسونسيل، لي زاسيد غرا اسونسيل اوميغا 3 اي لي زونتي اوكسيدون، هما من الحاجات اللي تحمي الجلده كيف وتقعد معناتها ممارسه الرياضه وشرب الماء بكميات كبيره، تفادي بيان سور تعرض لاشعه الشمس والتدخين من الحاجات الكبيره. واذا كان بيان سور عندنا مرض وفيه تركيز عالي الكورتيزول والا مرض يخليني ناخذ الكورتيكويد على لون تيرم، كيف يلزمني نتلهى ياسر بالجلده نتاعي خاطر الريسك كبير نتاع ظهور لي فيرجيتور. فهمنا لي فيرجيتور عباره على تمزقك الاليه في المرينه والا النقص في افراز المواد هذيك. دونك التقنيات الطبيه معناتها الكل مش تؤدي نفس النتيجه اللي هي مش تحاول تنشط افراز اكل ماده نتاع اللانستين والكولاجين اللي هما الالياف المرينه. دونك عندنا في الدومين عندنا سكون ابيل معناتها التقشير الكيميائي، نجمو الجلده هذيك كاريمون نقشروها ونعملوا معناتها اي اون التيرنك التقشير الكيميائي افيك دي انجيكسيون سوا دي فيتامين ولا البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه اللي معناتها تعاود تجدد لنا الجلده هذيك. كيف فما الكاربوكسيثيرابي، هي من التقنيات اللي معروفه على الاخر بالنسبه لي فيرجيتور، معناتها نعملوها اون باراليل مع الليت. دونك الكاربوكسيثيرابي هي عباره على حقن ثاني اكسيد الكربون، نجيو نحقنوها في لي فيرجيتور قد بالنسبه للنسي هذوما باغ اكزومبل اللي عنده اون ميم طون زياده في الوزن، نجمو نحقنو معناتها في الغريس باش نكسروا الغريس، اون باراليل نحقنو في الجلده الفوقانيه نتاع الجلده اللي تجقت. دونك نكونوا اون ميم طون بالتقنيه هذه نعالجوا في السمنه الموضوعيه في المنطقه هذيك وفي لي فيرجيتور اللي ظهروا فوقها. فهمتوا هي تعطينا نتائج هايله خاصه اذا كان كما قلنا بدينا حد من لي فيرجيتور يبداو غوش فاسكولاريزي. اذا كان لي فيرجيتور غلاو بلانش وتدفق الدم ما عادش معناتها ماشي له، وقتها يلزمنا ناخذوا تقنيات اخرين اللي تخلينا تدفق الدم يرجع للي فيرجيتور قبل ما نعملوا التقنيات هذوما. النتيجه معناتها تحسين لي فيرجيتور بالتقنيات كيك سوا شنو التقنيات يكون 80%، اما نسبه 80% تحسين راهي تعطي نتيجه هايله والانسان يكون مقتنع بروحه برشا ويكون فرحان برشا. التقنيات كما قلنا هي التقشير الكيميائي، هو لي زانجيكسيون تاع الفيتامينات الميزوثيرابي لو بلازما ريش ان بلاكيت، فما لا كاربوكسيثيرابي اللي هي ثاني لانجيكسيون تاع ثاني اكسيد الكربون، فما لا راديو فريكونس كيف لو لازير. دونك الطبيب هو اللي كما قلنا حسب نوعيه لي فيرجيتور، حسب الكولور نتاعهم، حسب الاقدميه نتاعهم، حسب الانسان هذاك عنده بريز دو بوا ولا، وحسب الكوز نتاعهم زاد كيف اندراجيهم من زياده في الوزن ولا من فتره حمل ولا تغييرات هرمونيه ولا مرض، هو اللي مش قايم شنو معناتها التقنيات اللازمه للانسان هذاك. معناتها معليه كان يتبع الطبيب نتاعه ومعناتها سورتو يحافظ على لي سيونس نتاعه خاطر تتعمل اون كور داتاك معناتها فهمت افيك كيلك سيونس دونتريتيان. وكيف قلنا اهم حاجه تقعد الوقايه، اني جو بريفيان لظهورك لي فيرجيتور هذوك سورتو اذا كان موجودين في الوراثه، والا انا سيفغي داخله الفتره اللي الريسك كبير نتاع ظهور لي فيرجيتور كيما فتره الحمل. دونك لا بون هيدراتاسيون دو لابو، الابتعاد على التدخين، لا بون اليمونتاسيون ا باز دي بروتيين دي فيتامين، تكون من الحاجات الباهيه اللي تنجم تقينا من ظهور لي فيرجيتور هذوما.